عملنا جروب وكنا عم نحكي بالعيد، ولقينا انه الاسعار عم تغلى وتزيد. فجأة حكمتني جلطة ودغري اجت عالراس، لما طلع انه شهر العيد قصاص، وبدل العيد طلع عندي تلات اعياد، راس السنة وعيد مرتي وعيد الميلاد. ولما برقة سألتني شو الهدية، قلت لها حياتي معنوية، انا بدي عيد الناس بحب وصدق واحساس. ان شاء الله بينعاد عليكم ببحبوحة مش افلاس، ويا عيني يا حبيبي على الاعياد، شو بتسحب من الجيبات فجأة بيطيروا كل ليرات. ينعاد على الجميع.